بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نهاية العام الماضي 2021، أي قبل أيام، وبداية العام الجديد، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عن قيامها بإطلاق 3 أجهزة علمية وبحثية إلى الفضاء على نفس الصاروخ سيمرغ المخصص لنقل الأقمار الصناعية. وقد وضعت الأجهزة الثلاثة في مدار الفضاء الخارجي بنجاح كبير، هكذا أعلنت السلطات الإيرانية. وعلى كل حال، بهذا الإطلاق تكون إيران قد وضعت أقدامها على عتبة عصر الفضاء، بعد أن ثبتت هذه الأقدام في ميدان الصواريخ البالستية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى. وبدون شك أثبتت الصواريخ الإيرانية عن تطورها ودقتها إلى الدرجة التي يجب أخذها على محمل الجد. تتطلع إيران بحماس إلى الحصول على التكنولوجيا النووية التي تضعها في النادي النووي جنب إلى جنب مع الكبار أو مع الذين لا يمكن مسهم أو العبث معهم. برامج إيران، سواء منها الصاروخية الحربية أو الصاروخية الفضائية أو الأبحاث النووية، تعتبر عملية متكاملة وليست مشاريع مختلفة منفصلة لا علاقة لها ببعضها البعض، وكلها بالأساس مشاريع حربية عسكرية تخرج إيران من عداد الدول ذات الجيوش والأسلحة التقليدية إلى مصاف الدول التي تملك أسلحة دمار شامل. وهذا بالضبط هو ما تسعى إليه إيران، فالصواريخ البالستية هي الأداة التي تمكن إيران من الضرب بعيدا كما تمكنها من حمل رؤوس نووية بعد الحصول عليها. والفضاء يتيح لإيران مراقبة الأرض وميادين المعارك، يتيح لها أن توجه أسلحتها الصاروخية ومسيراتها الموجهة إلى أهدافها بدقة. برنامج الصواريخ والبرنامج النووي الإيرانيين لهما أهداف سياسية أيضا، فإيران تجلس على مائدة مفاوضات صعبة في فيينا مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية التي تفرض عليها عقوبات خانقة، وإيران تلعب بذكاء ورقة الأسلحة الصاروخية والبرنامج النووي الذي هو السبب الرئيسي للحصار والعقوبات ضد إيران. هذا الشيء المعلن. إن إعلان إيران عن نجاح صواريخها البالستية، سواء بضرب أهداف بعيدة وإصابتها بدقة أو بالتصريح بأن لديها أعداد كافية من هذه الصواريخ لتدمير أعدائها، هذه التصريحات تعتبر وسيلة ضغط يطلقها عسكري إيراني ليصيب بها المفاوضين الغربيين في فيينا. وبالمقابل تقوم وسائل الإعلام الغربية التي تستند على مصادر استخباراتية بنشر أخبار تقول أنها مؤكدة بأن تجربة إيران في الفضاء تعتبر فاشلة، حيث لم يحقق الصاروخ الإيراني أهدافه ولم يضع الأجهزة في الأماكن المفترض أن تكون بها، لذلك فإن هذه الأجهزة لن تؤدي الدور المفروض أن تقوم به. وفي الحقيقة فإن وسائل الإعلام الغربية قد أعلنت قبل سنوات قليلة عن فشل صاروخ إيراني في الوصول إلى الفضاء، وثبت أن هذا الخبر كان حقيقيا، وقد تم استحضار هذا الخبر القديم حديثا مرة أخرى لإثبات الإشاعات التي يروجها الغرب على الإطلاق الجديد. ولكن ما لا شك فيه أن إيران تقوم بالسير بثبات في طريق الصواريخ الفضائية والبالستية وبطريق مشروعها النووي، ولا شك أيضا أن إيران تواجه صعوبات في السير في هذا الطريق، ولا بد أن تمر بتجارب فاشلة أو غير مكتملة، وهو الأمر الذي مر به الآخرون من الدول التي سارت على نفس الدرب، وكان كل فشل سبب في نجاح بعد ذلك، وهو النجاح الذي ستصل إيران إليه، سواء بعد تجارب فاشلة عديدة أو تجارب فاشلة محدودة. ولكن يبقى سؤالين نطرحهما عليكم وعلى أنفسنا: هل سيسمح الغرب بصفة عامة وإسرائيل بصفة خاصة لإيران بإكمال مشروعها أو مشاريعها؟ والسؤال الثاني: ضد من سوف تستعمل إيران أسلحتها عندما تصبح دولة نووية مدججة بالصواريخ المتنوعة؟ يعني ما هي أهداف إيران النهائية من الحصول على هذه التكنولوجيا الخطيرة؟ بالنسبة للغرب، المقصود هنا الولايات المتحدة وإسرائيل،
وكل منهما لها نظرة مختلفة إلى المشروع الإيراني. صحيح أن الجانبين يعلنان عدم سماحهما لإيران بامتلاك أسلحة نووية وقوة عسكرية في الفضاء، إلا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تنفيذ تهديداتها بواسطة الضغوط الاقتصادية والعقوبات المالية والحصار الذي تفرضه على إيران، وهي لن تقوم أبداً بمهاجمة إيران عسكرياً لإبطال مشاريعها الصاروخية والنووية. إن المراقب الحصيف للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط سوف يرى بوضوح أن الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة مع إيران أبداً، بل أنها أحياناً تبدو وكأنها على تحالف معها، خاصة في العراق التي سلمتها الولايات المتحدة لقمة سائغة لإيران بعد احتلالها عام 2003. كما أن المراقبين والمحللين السياسيين لن ينسوا أبداً وقوف إيران الواضح بجانب المحتل الأمريكي وعدم إصدار المرجعيات الإيرانية لأي فتوى أو أمر لمقاومة القوات الأمريكية الغازية المحتلة المحتلة دولة إسلامية، مما لا يدع مجالا للشك بأن الأمر كان مدبرا ومتفقا عليه بين إيران والولايات المتحدة. على الرغم من كل ذلك، فإن أمريكا لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ولكنها تسمح لها بالوصول إلى درجة من القوة تستطيع من خلالها أن تفرض هيمنتها على المنطقة. فإيران تاريخيا، سواء في عهد الشاه قبل ثورة الخميني أو بعدها، تلعب دور شرطي الخليج والمنطقة. هذا الدور الذي تحاول أمريكا أن تحتويه وتستفيد منه. ربما كان الموقف الذي حققته أمريكا في زمن الرئيس ترامب أكبر دليل على سياسة الاحتواء والاستفادة من السياسة الإيرانية. فإيران بموقفها من السعودية ودول الخليج جعل هذه الدول ترتمي بأحضان أمريكا بدون شروط، واستطاعت إدارة الرئيس ترامب أن تجبرها، أي تجبر السعودية والإمارات والبحرين، على التطبيع مع إسرائيل كثمن لحمايتها أو كجزء من الثمن الذي ابتزت به هذه الدول المستضعفة. كان ذلك بفضل سياسة إيران في المنطقة أكثر منه رغبة هذه الدول في التقرب والتطبيع مع إسرائيل. ولكن برأيي لن تستطيع أمريكا أن تنجح في منع إيران من الوصول إلى أهدافها النووية إذا استمرت في انتهاج هذا الأسلوب، أسلوب الحصار والعقوبات والاحتواء. وسوف تصل إيران في النهاية إلى مبتغاها وتصبح قوة نووية على غرار الهند وباكستان وكوريا الشمالية، تنينا صغيرا بأنياب نووية لن يغامر أحد بالعبث معها. لا شك أن في جعبة الولايات المتحدة مؤامرات أخرى لمنع إيران، ومع أن هذه المؤامرات ليست معلنة إلا أنه يمكن توقعها. فإثارة الاضطرابات الداخلية في إيران إحدى هذه الأساليب التي قد تتبعها الولايات المتحدة، وربما يكون الأمر سهل في دولة تتعدد فيها الأعراق والمذاهب والانتماءات الفكرية والعقائدية، خاصة أن هناك تملبل في بعض المناطق مثل بلوشستان وعربستان وحتى في أذربيجان. كما أن تقوية الدول المجاورة مثل السعودية مثلا قد تسبب صداعا لإيران، وقد كشفت وكالة CNN أن السعودية تقوم بتطوير صواريخ باليستية سرا في موقع قريب من الرياض وبمساعدة صينية. إن السعودية تملك من الإمكانيات المادية ما يمكنها من شراء الخبرة والتكنولوجيا لتطوير صواريخ باليستية فعالة بفترة وجيزة، وبالتالي تقف على نفس المستوى مع إيران. فهل تملك السعودية تصميم لازم لإنتاج هذه الأسلحة كما تملك المال؟ وهل ستسمح الولايات المتحدة لحليفتها السعودية بامتلاك صواريخ بعيدة المدى وبتطوير ترسانتها الصاروخية إلى المدى الذي تصبح فيه موازية أو بنفس المستوى الترسانة الإيرانية؟ هذا عن الولايات المتحدة، ولكن ماذا عن إسرائيل؟ تتوعد إسرائيل إيران بالويل والثبور وعظائم الأمور، وفي الحقيقة فإن التهديدات بين البلدين متبادلة إلى درجة استعمال كلمات مثل الدمار الكلي والإبادة من قبل عسكريين إيرانيين، والأسلحة التي لم يحلم بها بشر من قبل العسكريين الإسرائيليين. صرح المسؤولون الإسرائيليون أكثر من مرة بأن إيران على بعد سنة واحدة فقط من امتلاك السلاح النووي، وكانت إسرائيل
تعد نفسها بالتعاون مع أمريكا بعهد الرئيس دونالد ترامب، وربما بعض الدول العربية أيضا، لضرب مفاعل ناتانز في إيران بنفس طريقة ضرب المفاعل النووي في العراق سنة 1981. ويبدو أن خسارة الجمهوريين وعودة الديمقراطيين للحكم قد غيرت المعطيات، لذلك تبدلت الخطط وتأجلت الهجمة إلى أجل غير مسمى، واستبدلت بحرب بديلة في حرب الهجمات السبرانية والاغتيالات التي تستهدف علماء المشروع النووي الإيراني، بالإضافة إلى التهديدات المتبادلة من قبل الجانبين. ولعل تهديد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الذي أجاب على سؤال حول قدرات إسرائيل العسكرية في مواجهة إيران فقال: إسرائيل لديها قدرات بعضها لا يستطيع العالم، وحتى بعض الخبراء في هذا المجال تخيل يعني سلاح، أن عند إسرائيل أسلحة لا يمكن تخيلها. وأشار أيضا إلى أن إسرائيل يمكن أن تهاجم إيران إذا لزم الأمر دون إبلاغ إدارة بايدن، فإسرائيل ليست بحاجة إلى إذن من أحد كما قال، وهذا تصريح قوي وخالي من الدبلوماسية التي يتوقع أن يتحلى بها وزير الخارجية، خاصة تجاه الرئيس الأمريكي. ومن المعروف أن إسرائيل تعارض أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، تعارض مفاوضات فيينا يعني. من جهة أخرى، استبعد الصحفي توماس فريدمان، وهو الصحفي الأمريكي الإسرائيلي الشهير والخبير في بواطن الأمور في منطقة الشرق الأوسط، استبعد أن يتم قصف إيران من قبل أي دولة بما في ذلك إسرائيل، وبرر ذلك بأن الولايات المتحدة سوف تمنع إسرائيل من ضرب إيران. هذا رأي توماس فريدمان، يعني أن الولايات المتحدة سوف تسمح لإيران بالحصول على برنامجها النووي، أو أنها غير قادرة على منعها من تحقيقه، وأن إسرائيل لن تقوم أو لن تستطيع أن تمنع إيران بالقوة من الوصول إلى أهدافها النووية. وبالتالي فإن إيران وخلال سنوات قليلة سوف تصبح قوة نووية. فما هي مشاريع إيران؟ من سيستفيد ومن سيتضرر من إيران النووية؟ إن المراقب لسياسة إيران في المنطقة يلاحظ أن عدائها للعرب هو أكثر من عدائها لإسرائيل، على الرغم من شعارات الموت والدمار التي تطلقها إيران لتهدد بها كل من أمريكا وإسرائيل. فما قامت به إيران بعد سقوط العراق ودخول القوات الأمريكية إليه هو تدمير 4 دول عربية، وتغيير الواقع الديموغرافي فيها، وإجبار الخائفين من التمدد الإيراني في المنطقة على التطبيع مع إسرائيل، إضافة إلى تغيير الواقع الاقتصادي والتجاري وتهديد طرق الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. إذن السياسة الإيرانية فيما يتعلق بالمنطقة العربية واضحة، وسوف تزداد حدة إذا استطاعت إيران أن تصبح القوة الفاعلة الأكبر في المنطقة، وهي كذلك تقريبا في الوقت الحاضر. فالعرب هم الخاسرون الأكبر، خاصة دول الخليج والسعودية، أما العراق وسوريا واليمن ولبنان فقد حسم أمرهم. فهل تستطيع دول مثل الأردن وعمان الصعود في وجه التمدد الإيراني الحثيث؟ إن المنطقة برمتها ستصبح في النهاية على مائدة إسرائيل وإيران وتركيا، فهل تتفق هذه الدول على تقاسمها أم تختلف عند تقاسم الفريسة؟ يا رب سلم، يا رب أنت المدبر، عليك الاتكال، فقد هن على أنفسنا وعلى الناس، ولم يعد لنا أصدقاء نتكل عليهم، لم يعد لنا إلا الله سبحانه وتعالى. وأنا عبد الله الشريف أحييكم وأتمنى لكم كل خير، وإلى اللقاء.